الموجز الاقتصادي، أهلا بكم. أكد خبراء اقتصاديون أن موازنة العام الحالي أصبحت من الماضي، حيث كان من المفترض تقديم الموازنة منذ تشرين الثاني 2021، فيما أوشك شهر تموز على الانتهاء، ولا نية حقيقية وفعلية كذلك لوضع موازنة. وقال الخبراء أن الموازنة تحتاج إقرارا من مجلس الوزراء الذي لم يتشكل بعد، ثم تذهب إلى البرلمان لمناقشتها وإقرارها، والتي تحتاج لمدة ما بين الشهرين إلى 3 أشهر، مبينين أن الحديث عن موازنة 2022 أصبح بلا جدوى. قالت غرفة التجارة بابل إن معوقات كثيرة تواجه المستثمرين في المحافظة، على رأسها تأخر تشكيل الحكومة. وأشارت الغرفة إلى أن هناك الكثير من المعوقات التي تواجه المستثمرين في المحافظة، منها ما يتعلق بالقوانين والأنظمة البيروقراطية والروتين الحكومي وعدم تفعيل النافذة الموحدة، والافتقار كذلك إلى التمويل وانعدام البنى التحتية من طرق وماء وكهرباء ومجاري. وبيّنت الغرفة أن هذه المعوقات كلها تحول دون استقطاب المستثمرين، وتجعل الكثير من أصحاب المشاريع الكبيرة والمستثمرين الأجانب يعزفون عن القدوم إلى المحافظة. أعلنت هيئة الإحصاء التركية أن العراق جاء رابعاً كأكبر مستورد من تركيا في شهر حزيران الماضي. وذكرت الهيئة في تقرير لها أن صادرات تركيا لشهر حزيران بلغت 23 ملياراً و 428 مليون دولار، مسجلة ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 18.7% مقارنة بنفس الشهر من العام 2021. وأضافت أن واردات تركيا في حزيران بلغت 31 ملياراً و 595 مليون دولار، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 39.7% عن نفس الفترة من عام 2021. هذا ويستورد العراق معظم السلع والبضائع والمواد الغذائية من دول الجوار بعد تعطل القطاعين الصناعي والزراعي فيه. قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن صادرات العراق النفطية للولايات المتحدة الأمريكية خلال الأسبوع الماضي قد انخفضت. وأضافت الإدارة أن متوسط الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام العراقي خلال الأسبوع الماضي بلغت 165 ألف برميل يومياً الأسبوع الماضي، منخفضة عن الأسبوع الذي سبقه والتي بلغت 454 ألف برميل يومياً. وأشارت الإدارة من جانبها إلى أن أكثر الإيرادات النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا، ثم المكسيك، ثم السعودية بمعدل 516 ألف برميل يومياً. قال رئيس اتحاد الصناعة البريطانية إن الشركات البريطانية قطعت العلاقات مع الصين بسبب المخاوف من التوترات السياسية والتضخم. ونقل بالأحرى عن المدير العام لشركة سي بي آي توني دانكر قوله إن كل الشركات البريطانية تعمل على إعادة التفكير في سلاسل التوريد الخاصة بها، لأنهم يتوقعون أن يسارع سياسيون حتما نحو عالم منفصل عن الصين. يذكر أن الصين تعد أكبر مصدر ومصدر لبريطانيا للسلع المستوردة في عام 2021، حيث شكلت صادرات الصين لبريطانيا ما نسبته 13% من إجمالي واردات بريطانيا، بينما كانت سادس أكبر وجهة لصادرات السلع وفقاً لإحصاءات التجارة الرسمية البريطانية. هذه انتقالة سريعة لأسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.